خدمنا في هذه الشركه 24 عام، يعني الباترون ديالنا عطينا لاسورانس، عطينا لاكيس، عطينا كل شيء، عطينا حقوق ديالنا، كل شيء عندنا. يعني هاد الناس اللي خرجوا داروا ماشي احتجوا، جاو كيهضروا على حق لحقهم. لحقاش واحد السيد اللي كيقولوا هما اللي كنقولوا حنايا هذاك الديليك ديالنا، جات الشركه قال لنا مشيت للشركه وراه اتصلت وراه قالت لينا بانكم صافي راه قالت المسائل هذه 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 راه دفعت لكم كل شيء. يعني الناس فرحانين غادي ياخذوا ديك الملحه. لحقت نهار 6 شهر عيطت لهم قال لي ما راه ما كاين والو. دارت المدير دار مع الديليك غيجتمع معاهم. المدير خاف على خاف علينا وخاف على راسه الصراحه. قالت يعني كاينه هاد كورونا بلا ما بنادم يخرج، يعني لقى اجتماع العيالات ملي سمعوا الاجتماع تلغى جاو لهنا لباب الشركه بغاو يعني المبادره تاعتهم. دابا المدير قال لنا سيروا انا غادي نحاول باش ندير هاد المبادره ونشوف يجعل الله خير. دابا حنا كنتسناو معامله مزيانه بحال الخبع اخته، يعني لا الباترول الباب ديال الباترول مفتوح، ديال المدير مفتوح، راه يعاونوا الضعاف كيعاونوا الفقراء، يعني اي حاجه احتاجيناها كنمشيو عند الشاف والشاف كيوصل. دابا حنا ما كنطالبوا حتى بشي حاجه، كنطالبوا غير بهذه المبادره اللي خدمت بها. العمال ديال هذه الشركه 25 عام وانا خدامه في هذه الشركه، وليدي مباركه. حنايا عندنا حنا كل شيء عندنا، كاع الحقوق ديالنا عندنا، عندنا لا سامير، عندنا لا كيس، عندنا لاسورانس. الباترون معمر خسر معانا، المدير معمر خسر معانا، اي وحده كتمشي عندها خاصها الدواء كتمشي عند المدير. وقع لها شي حاجه كتمشي عند المدير. عمر خسر معانا شي حاجه، باب ديالو مفتوح. اي وحده هذيك الوقفه خرجوا على حساب المبادره ديال المالي. قال لهم حنا ما تسالوش هذيك، ما كتسالوش هذيك المبادره، حنا بركنا هذا الشاحن ماشي بركناش، حنا بركنا جينا نستنكروا هاد الهضره، ولكن غير الناس غير مدفوعين، مجهولين مساكن غير دفعون مدفوعين. وحنا دابا بركنا مع المدير وبركنا مع الاداره، كنجتمعوا على داك الدوسي ديال لو دومين ديال الليمون. لو دومين اسيدي جمعنا اسيدي، دابا الاداره عندنا حنا بغات دير واحد الدوسي مغشوش باش ما يمشيش تحاسب عليه الدوله وداك الشيء. المهم الدوسي راه دايرينو وجامعينو، راه باقي الخدامين فيهم، ولكن داك الدوسي ما بغاوش يديروه هما مغشوش على حساب لاسين اسيدي، على حسب كورونا الجائحه. الا كان المستحق ديالنا حنا ناخذو غادي ناخذو، ما كانش المستحق ديالنا ناخذو ما غاديش ناخذو. واخا الدوله قالت، ولكن خصو ما يكونش داكشي مغشول، حيت الا درنا داكشي بالغش تقدر الشركه تقع عليها شي حاجه، يا اما يسدوها يا اما تدخل لها غرامه ماليه، وحنا ماشي ما عندناش الغرامه الماليه، غادي تسد نهائيا الا داروا هذا الدوسي مغشول. والمهم والسلام.